للمنتظم السياسي وآليات التداول للسلطة، لا أقول التداول السلمي للسلطة. لا يمنح رئيس الوزراء الثقة إلا بعد أن تجلس الأطراف وزعاماتها ويأخذ كل حصته، وآنذاك يقتنعون، ثم على أساس توزيع المغانم يمنح رئيس الوزراء الثقة. اللي يريد يقول هذه عكس هذه الكلمة، المعطيات تخالفه. هذا منطق الأحداث اللي بدها تجري. المشكلة وين عندنا؟ المشكلة في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي يفترض أنها تؤمن أو تشكل الضامن لحماية الجبهة وحصانة الجبهة الخارجية، دفاع والداخلية، وزارة الداخلية. صارت حادثة يوم اللي صارت الأحداث، وصلت إلى سيطرة في أطراف بغداد، قاطع الطريق والعالم السيارات واقفة. نزلت عليه قلت له ابني أنت ليش قاطع الطريق؟ قال ما أعرف، جتنا أوامر قالوا أقطع الطرق. زين خابرت خلية الإعلام الأمني قالوا ما مصدرين أوامر إنه أقطع الطرق. زين سألت سؤال قلت له هسه أنتم مقاطعين الطرق الساعة 10:30 بالليل والناس واقفة، وين تروح؟ هذا يريد يروح لبيته، أنت هذا حق دستوري. قال أنا ما أعرف، أنا هم جاني أمر، أنا هم ضايج أريد أمررهم، بس أنا الأوامر اللي ده تجيني مني. كل عندك إرباك بهذا المستوى، وهذا نضع أمام السيد وزير الداخلية وأمام القائد العام للقوات المسلحة. من الذي يعبث في القرار الأمني إلى درجة يقطع طرق ويفتح طرق على مزاجه؟ أو لا الدولة تدري، لا وزارة الداخلية تقول أنا ما قطع الطرق، لأن ماكو شيء اسمه قطع طرق. أنت من تقطع طرق الساعة 10:30، أكو عوائل تريد ترجع لبيوتها. زين هذا تكدس العجلات، أنت تعرف إيش قد بيه محاذير أمنية؟ يعني انتحاري واحد يجي يخلق لك أزمة إلى السماء إذا فجر نفسه، أو عجلة مفخخة تدمر لك كل اللي حولها. طيب ما من الذي يعبث بالقرار الأمني حتى يصدر أمر جانبي يعطل الحياة في بغداد دون وجود قرار مركزي؟ غياب المركزية. طيب أنت الآن أنا أيضا أسأل سؤال، من الذي يسهل مهمة عجلات تروح تضرب وتكسر وترجع بسلام؟ من اللي يسهل مهمة مثلا هاي الاغتيالات يطلع ويدخل ويغتال ويضرب ويرجع الخرق بسلام؟ يعني هو نفس السؤال اللي جاي يصير، نفس الخرق في المؤسسة أستاذ عدنان، نفس الخرق في المؤسسة اللي يصدر لهم قرار يقولهم أقطعوا الطرق وأخلقوا نقمة على الحكومة. وأنا دا لاحظ في ثنايا حديث الأستاذ علي هو داعم للحكومة. لا. طيب إذا داعم للحكومة ليش تخلقوا النقمة جماهيرية؟ لا لو واقف قدامي واحد من المكتب السوداني ويسمع الحكي اللي صار كان يقدم استقالة السوداني. خلينا نسترجع ذاكرتنا، كانت تتحدث بكلام، والمفارقة الغريبة رفعوا منسوب الحديث من شافوني، عرفوا انها راح توصل للإعلام. زين انت ليش تخلي نفسك بهالحالة هاي؟ هذا منو اللي دا يعبث دا يخترق قرارك السياسي، دا يخترق مؤسساتك إلى درجة يصدر أوامر بالشارع؟ طيب. ويتخطى الإجراءات ويدز ربعي يضربون. طيب ما تهان الدولة بشكل المؤسسة والقانون، ليش ساكتين؟ يعني احنا